تحية لكل اللي بتابعوا موقع الفن، منقدم لكم حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن لأفضل الأغاني بلبنان والشرق الأوسط. هالأسبوع غنيتين جداد بيدخلوا السباق بحسب نسبة الاستماع على يوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. بالمرتبة العاشرة نيو انتري غنية محمد رمضان فيرساتشي بيبي اللي حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة بأربعة أيام بس بعد طرحها فيديو كليب على يوتيوب بعيد الفطر وشاركته فيها النجمة الهندية أورفاشي روتيلا. بالمرتبة التاسعة بتتقدم غنية أصالة ما منقدرش مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما دخلت الأسبوع الماضي على المرتبة العاشرة، وهي تتر مسلسل قصر النيل بطولة الممثلة دينا الشربيني، ونالت الغنية أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها فيديو كليب على يوتيوب. أنا وحشاني دي حقيقة الطفلة الهم كسرها. بالمرتبة الثامنة بتتقدم غنية عايش وحدي للفنان ملحم زين مرتبة واحدة هالأسبوع بعد ما كانت بالمرتبة التاسعة الجمعة الماضية، وهالغنية هي تيتر مسلسل 350 جرام من بطولة كارين رزق الله وسلوم حداد وعابد فهد. من هو اللي ساكن فيه بسمع دقاته القوي عم يخفق رقه وحني. بالمرتبة السابعة بتتراجع غنية شيرين عبد الوهاب وشي الحقيقي مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة السادسة الأسبوع الماضي، هالغنية هي تيتر مسلسل لحم غزال بطولة الممثلة غدا عبد الرازق. وبتسألوني بتسألوني أنا مين في دوني. بالمرتبة السادسة نيو انتري ديو سيف نبيل وبلقيس ممكن اللي تجاوزت 5.5 مليون مشاهدة بثلاث أيام بس، وشكل هالثنائي ترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما انطرح الفيديو كليب على يوتيوب من إخراج دان حداد. ممكن تدخل قلبي وتسحب حبي بتشوفش كبرى. وبتتعادل غنية سيف نبيل وبلقيس مع غنية إليسا يا عمي سلامتك اللي أطلقتها دعما لعلاج سرطان الأطفال، وبتتقدم مرتبتين هالجمعة بعد ما دخلت الأسبوع الماضي على المرتبة الثامنة، وأثرت بكتار من المتابعين بعد ما طرحتها فيديو كليب على يوتيوب من إخراج سليم الترك. كل حلاوه الدنيا حلاوتك. بالمرتبة الخامسة بتتقدم غنية نانسي عجرم ما تحكوا مع حدا مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة السابعة. ما تحكوا مع حدا هي تيتر مسلسل راحوا من بطولة كارين رزق الله وبديع أبو شقرة ورندا كعدة، ونالت نسب مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو كليب من إخراج نديم مهنا. يمكن يضحك عأشياء ما بتضحكنا. بالمرتبة الرابعة بتتراجع غنية بشار الجواد تيرارا مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الأسبوع الماضي، ونالت هالغنية نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب بوقت قصير. بالمرتبة الثالثة بتتقدم غنية وديع الشيخ أنا أو لا أحد مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الرابعة، وبيواصل وديع الشيخ تحقيق نسب مشاهدة عالية على يوتيوب بفيديو كليب من إخراج أحمد المنجد. ألو مرحبا سمعت أنا الغاز من كتر ما حسيت بالمرتبة الثانية بتتقدم غنية زياد برجي بيختلف الحديث مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الرابعة، هالغنية هي تتر مسلسل 2020 من بطولة الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل قصي خولي، وعم بتحقق نسبة مشاهدة عالية مع نهاية أحداث الجزء الأول من المسلسل. وجه البراق شغال وعوجوه لما انشغل. أما بالمرتبة الأولى هالأسبوع بيتقدم تيتر مسلسل نسل الأغراب بصوت الفنان تامر حسني مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كان بالمرتبة الثانية الأسبوع الماضي، وكان لافت أداء تامر حسني لأول مرة باللهجة الصعيدية وبيحقق أكثر من 14 مليون مشاهدة بالتزامن مع انتهاء عرض المسلسل. ألف مبروك لتامر حسني صدارة التوب 10 هالأسبوع. نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزي. لهون بتكون خلصت حلقتنا مع أفضل 10 أغاني هالأسبوع. صوتوا لغنيتكن المفضلة من خلال التعليقات بأسفل الفيديو. شكرا لمتابعتكن ومنلتقى الأسبوع الجاي بنفس التوقيت. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكن كل جديد.